طيب بالمناسبة طلائع وسموحة، طلائع الجيش وسموحة الماتش بيتلعب دلوقتي، وسموحة متقدم 1-0 في مباراة مؤجلة من بطولة الدوري الممتاز. طيب نبتدي بأخبار الأهلي في الصحف من خلال جريدة الأهرام، واللي اتكلمت عن نادي الأهلي النهاردة وقالت إيه؟ قالوا إن مجلس الإدارة يختار مديرا جديدا لمقر مدينة نصر خلال أيام، وده فعلا هيحصل لأن بعد بكرة في اجتماع مجلس إدارة، وده اجتماع مهم جدا جدا لأنه هيكون في تقييم للمديرين التنفيذيين في النادي الأهلي، كل إدارة تنفيذية والتجديدات وكلام كده بتاعت كل سنة، وبالتحديد مقر النادي الأهلي بمدينة نصر هيكون حد بديل أو في مكان اللواء حسن مسعود اللي توفاه الله من خلال شهر ونص او شهرين فاتوا، ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، فاكيد هيبقى في حد في مكان اللواء الراحل اللواء حسن مسعود. فبالتالي الاجتماع هيكون مهم، يعني طبقا للمعلومات اللي عرفها ان الاجتماع ممكن يكون بعد بكره تقريبا، يعني هيبقى بعد بكره في مقر النادي الاهلي بالجزيره للاستقرار عن كل هذه الامور الهامه، وهيبقى في طبعا الحديث عن بعض الجوانب الاخرى سواء فيما يتعلق بالجوانب الانشائيه او الرياضيه.